الأجازة المقدسة. إيه هي الأجازة المقدسة؟ وإحنا في الحلمية كل سنة لازم نطلع اسكندرية في الصيف، نقعد هناك شهر. كانت العيلة بتاعتنا، والدتي ووالدي وإخواتي الأربعة وإخواتي، إحنا كنا ستة كلنا، وخالتي الله يرحمهم كلهم يعني، وجوز خالتي اللي هو كان ابن عمتي، وولادهم هم خمسة. كنا كل سنة نروح اسكندرية في شاطئ اسمه سيدي بشر ونأجر شقة. أنا بس بتذكر الرحلة من القاهرة لإسكندرية اللي كانت بتاخد حوالي ساعتين بالقطر، وكان قطر يعني زي ما تقول يعني فيري سلو، يعني بطيء، ما كانش سريع زي دلوقتي، لكن كان مريح جدا سواء كان في الدرجة الثالثة أو في الثانية. طبعا احنا ما كناش بنقعد الدرجة الأولى، يا ثانية يا ثالثة. وبعدين نوصل إسكندرية محطة السيد جابر، كنا بنقعد في شقة كبيرة جدا 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 من الشقق القديمة دي. وأتذكر إن كان إيجار الشهر ده في الوقت ده كان إما 10 جنيه أو 20 جنيه، مبلغ 10 جنيه ده كان مبلغ كبير جدا جدا جدا. كان عشان العائلات تفكر إنها تروح تقضي شهر في إسكندرية شهر كامل، بتعمل ميزانية تبتدي تقتصدها على طول العام، ممكن الميزانية تكون 70 جنيه 80 جنيه 90 جنيه عشان تصرفها وهي هناك، طبعا المواصلات والفسح والأكل إلى آخره إلى آخره. كنا بنقعد مع بعض كلنا، بيبقى في غرفه لوالدي ووالدتي، وغرفه لخالتي وجوز خالتي، وغرفه للبنات، وغرفه للايه للشباب. والشباب كانوا سته والبنات كانوا ثلاثه. كنا ننزل في الشاطئ بتاع سيدي بش، وننزل بقى مكان قدام مصطفى كامل، ونقعد ايه بالليل. وكانت ليالي اسكندريه ليالي جميله جدا. بس من اجمل الاوقات اللي انا فاكرها ان مره طلع لي دم كبير جدا، دم يعني خراج كده، مش فاكر كان في دراعي او في راسي، وما كنتش انا راضي ان انا يعني ايه ازيله. فواحنا قاعدين على الشاطئ في البلاش في اسكندريه، اخويا الكبير وابن خالتي الكبير كلهم يعني ايه مسكوني ويعني وكتفوني، وجيبنا ابن عمتي اللي هو جوز خالتي، قام فقع لي الدم ده. فما كنت انا فاكر الموضوع ده ان انا قاعد بعيط واصوت واقول يا حبيبي يا دملي يا حبيبي يا دملي، وكانها اغنيه يعني، زعلان ان هم بيشيلوا لي الدم بتاعي والخراج من راسي في الوقت ده كله. الرحله دي كانت تعتبر بالنسبه لنا يعني شيء احنا بنستناه كل سنه، عشان نشوف البحر، نقعد على البحر، نشوف الناس، ونتكلم مع الناس، ونسافر في القطر الى اخره. دي برضك من الاشياء ان انت لما تاخدوا اولادكم وهم صغيرين في اشياء ده، في رحلات زي كده، وخاصه لما يكون المجتمع الصغير اللي داخل الشقه هو عائلتين او ثلاث عائلات، او في مخيم او الى اخره، بتؤثر تأثير إيجابي جدا 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 في شخصية الطفل وشخصية الطفلة. الرحلة المقدسة لا تنسوها، كان إيجار الشقة يا 10 جنيه يا 20 جنيه في الشهر. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، وأتمنى أنكم تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله.